شهدت محافظة بني سويف تنظيم فعاليات الاحتفالية الخامسة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، والتي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية. وخلال الاحتفالية تم تسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة ل200 مستفيد بواقع 30,000 جنيه لكل مستفيد، بجانب توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية وطنّي من اللحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. واحنا المره الخامسه على التوالي في محافظه بني سويف في مشروعات التمكين الاقتصادي اللي بينظمها التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي من خلال بروتوكول موقع ما بين مؤسسه حياه كريمه ومؤسسه الارمان ومؤسسه ابو هشيم الخير، وده عشان نقدر نحول اهالينا اللي بيستفادوا من تكافل وكرامه نبقى النهارده عندهم مشروعات تمكين اقتصادي. بنحاول من خلال المبادره الرئاسيه حياه كريمه نوصل لاكبر عدد من المستفيدين من اهلنا بكل قرى الريف المصري من خلال القرية والتابع والنجع والعزبة والمركز والمحافظة ككل. بنحاول نجود حياة الإنسان المصري ليس فقط من خلال مشروعات التنمية اللي قامت من خلال مؤسسة حياة كريمة، لكن بالتعاون مع شركاء التنمية بنحاول نوصل لإجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الاجتماعية من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي. هنسلم 200 مشروع تمكين اقتصادي وهنوزع 1000 كرتون مواد غذائية و2 طن لحمة. ده الشهر الخامس على التوالي ضمن البروتوكول، يعني كملنا الحمد لله 1000 مشروع تمكين اقتصادي ووزعنا اكتر من 10,000 كرتونه و20 طن لحمه ضمن البروتوكول التعاون بين مؤسسه ابو هشيمه ومؤسسه حياه كريمه. انا بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمواطن المصري البسيط، ثم بشكر التحالف الوطني التنموي الاهلي لمساعده الفقراء امثالنا على الالتقاء بالمعيشه. بشكر سياده الرئيس الجمهوريه وبشكر الداعمين على جامعات الارمان والناس المشتركين فيها، والمشروع ده انا اخذت قرض النهارده، القرض الحمد لله تم ليا والاولاد، والمشروع ده ان شاء الله